معانا من كوستي ايضا نهى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس عايز اسال من النذر. النذر؟ نعم. ايوه نعم. انا كان قبل كده نذرت نذر يعني من فتره طويله مده شهرين. انه انا الحاجه دي اذا عملتها حاصوم شهرين. شهرين متابعات كده مره واحده؟ لا لا، يعني نذرت كم مره لكم حاجه، مره اسبوعين ومره شهر متواصل. بتوفي بالنذر ولا ما قاعد توفي بيه؟ اه بتوفي بيه ولا النذر ده؟ نذرت بالصيام. لا، وفيتي ولا لسه؟ لسه ما وفيت. وتقدر توفي والله فيها مشقه ليك؟ والله انا ممكن اقضي مثلا قلت 3 يوم ورا بعض، ثاني اسبوعين ورا بعض دي بقدر على، لكن شهر كامل ورا بعض دي صعبه. صعبه. ايوه سمع. نعم. في الحل هاي كويس. طبعا النذري مطلوب الزول لو نذر قال اللهم لو حصل كده نجحتني، حصل كده انا سو كده. هي بنتنا دي قامت نذرت مرات 3 يوم، مرات 7 يوم، لكن مرات بالغت. قالت انا كان حصل لي كده يا ربي اصوم علي نذري اصوم شهرين. وبعدين كسا جهات تجرس قالت الرو. يبقى نقول لي بنتنا أكان جريتها طويلة، قلت الروب ما بقدر أصوم الشهرين متتابعات لوفاء النذر، يبقى تنتقلي كفارة اليمين. وفي الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. يبقى نقول لي بتنا إذا قلت الروب أطعمي لك 10 مساكين بدل خلاص بدل صيام الشهرين المتتابعين النذرتين. بس أطعمي 10 مساكين. نعم. 10 مساكين كل مسكين تدي جنيهين، لأنه صحن الفول بزيت السمسم والجبنة بجنيهين. 10 مساكين 20 جنيه توزع على 10 مساكين، ولا خلاص قفلت خانة صيام الشهرين بتاع النذر. من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم. تطعم 10 مساكين كفارة يمين خلاص. نعم.